إلى الجولة الإخبارية من قناة الشروق، أهلا بكم. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بمكتبه مساء أمس رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان بحضور مدير المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل. وأكد البرهان خلال اللقاء متانة أذلية العلاقات بين السودان وتركيا، وأن السودان يتطلع إلى تطويرها في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين. ورحب سيادته بزيارة رئيس المخابرات التركية مشيرا إلى أنها تصب في حرص البلدين على تطوير التعاون بينهما. ومن جانبه أمن رئيس المخابرات التركي على متانة العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن الزيارة كانت مثمرة وحققت أهدافها فيما يلي التعاون والتنسيق بين السودان وتركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة عزم القيادة على مساندة أهالي منطقة أولو والوقوف إلى جانبهم والتضامن مع قيادتهم لتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم. وأكد سيادته لدى مخاطبته للحشد الجماهيري الذي تم تنظيمه على شرف استقباله بمنطقة أولو التزام الدولة بإكمال الترتيبات الأمنية لمنسوبي الجيش الشعبي وتوطئتهم ودمجهم في صفوف القوات المسلحة السودانية لمواصلة مسيرة تأمين وحماية الوطن والمواطن، مشددا ألا عودة للحرب التي تم تجاوزها باتفاقية سلام جوبا التي أكد من خلالها العزم على تنفيذها واستكمال متطلباتها بأسرع وقت ممكن. أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم خلال لقائه وفد بنك زراعات التركي التزام الحكومة بتذليل العقبات كافة التي تحترض المشاريع التركية في السودان وفق قانون الاستثمار، بجانب الاهتمام بجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الزراعي وبناء شراكات جديدة ناجحة تعود بالنفع على الجانبين. وكشف جبريل بنك زراعات التركي عن عزمه ورفع رأس مال فرعي في السودان والدخول في استثمارات جديدة في القطاع الزراعي السوداني. وقال المدير العام للبنك أماتين إن أهم أهداف زيارة رأس مال أو زيادة رأس مال فرع السودان متمثلة في الدخول في تمويل مشروعات زراعية جديدة بالتركيز على المحاصيل النقدية. ومن جانبه وجه وزير المالية بالتنسيق بين بنك زراعات وبنك السودان المركزي لإكمال الإجراءات البنكية المطلوبة. وقع السودان والمغرب الشقيق على بروتوكول تعاون قانوني ينص على مكافحة الجريمة والتجارة بالبشر والهجرة غير الشرعية وتبادل المحكومين بين البلدين، وذلك في إطار زيارة النائب العام المغربي للبلاد التي تستغرق يومين. ووقع عن السودان مولانا خليفة أحمد خليفة النائب العام المكلف فيما وقع عن الجانب المغربي مولانا الحسن الدكي النائب العام المغربي. وقال مولانا خليفة إن الزيارة تأتي من أجل إحكام التنسيق والتعاون وتوقيع بروتوكول ثنائي بين الدولتين، بالإضافة إلى تفعيل بروتوكول سابق تم توقيعه من قبل، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأعمال المتبادلة بين البلدين تتمثل في التدريب وتأهيل الكوادر وغيرها من مجالات التعاون. دشن نادي القصة السوداني أولى فعالياته في إطار عودته من جديد احتفاء برواية مسير الأرواح للكاتب عمر الفاروق. وقال رئيس النادي نصر الدين عبد القادر إن الفعالية تأتي في إطار رد الاعتبار للمبدع السوداني حتى يتسنى له القيام بدورة في الرقي بالمجتمع. وكشف نصر الدين عن ملامح من برامج النادي والتي سيتم الإعلان عنها خلال التدشين الرسمي في شهر فبراير، ودعا إلى التعاون بين المؤسسات الثقافية كافة حتى تقوم بالدور المنوط بها في نهضة وتنمية السودان. نهاية الجولة الإخبارية، دمتم دائما مشاهدينا في أمان الله.